جسمك واخسر الوزن في 20 دقيقة بس. والله هذا شيء زين بعد. منو ما يبي يخسر وزنه في 20 دقيقة؟ تعالوا نروح بادي تايم ونتعرف أكثر. كابتن محمد، أنا داش عندك هالمكان وما فاهم ولا شيء، أبيك تفهمني وتشرح لي شو هي الـ EMS. الـ EMS هو تدريب، الفكرة منه أنه هو بيحرك جميع العضلات الموجودة في الجسم بالكامل في نفس الوقت، وده بيسبب أن أنت بتعمل مجهود كبير في وقت قليل اللي هي مدة الجلسة 20 دقيقة فقط، وده بيخليك تحرق سعرات حرارية أكتر من المعتاد في خلال اليوم، وبيسبب أن أنت بتخسر دهون بشكل سريع، وفي نفس الوقت عشان احنا بنحرك جميع العضلات وبنحط عليها ضغط، ده بيخليك تكسب كتلة عضلية صافية بدون أي دهون، وده بيخلي الشيب بتاع الجسم أفضل بشكل كبير. يعني هل في فترة زمنية معينة عشان توصل لشكل الجسم المطلوب، ولا يعني لازم تكون جلسات عديدة أو قليلة؟ ممكن توضح لنا أكثر؟ هو الـ EMS عشان الشدة بتاعته بتكون عالية بنقدر نوصل للهدف اللي احنا عايزين نقدر نوصل له بأسرع وقت، بس ده بيتحدد على نسبة الدهون والعضل الموجودة في الجسم والـ BMI، وده احنا هنقدر ناخده دلوقتي قبل ما نبدا الجلسه، بحيث ان احنا بناخد فكره مبدئيه عن المده اللي انت محتاجها عشان توصل للهدف بتاعك. يعني الحين احنا كابتن، يعني شو الاجراءات اللي بنبدا فيها اول شيء عشان يعني خلاص نبدا نتمرن في الـ EMS؟ احنا قبل ما بنبدا الجلسه بتاعتنا دلوقتي لازم بناخد الاول النبضات او ضربات القلب، بحيث ان احنا نقدر نشوف الضغط مظبوط او لا عشان نقدر نبدا الجلسه بتاعتنا، وبرضه بنقدر ناخد نسبه الدهون والعضل والبي ام اي قبل ما نبدا التمرين، بحيث ان القياسات او القياسات اللي احنا ناخدوها بتكون واضحه ما فيهاش اي خلل، علشان على اساسها نقدر نمشي في السيشن بتاعتنا ونقدر نحدد الهدف بتاعنا نقدر نوصل له في قد ايه. كابتن، اكيد يعني اي شيء فيه ايجابيات وسلبيات، ممكن تحدثنا عن ايجابيات وسلبيات الـ EMS؟ هو الـ EMS تقنيه المانيه موجود اكتر من 10 سنين حاليا، ما ظهرش ليه اي سلبيات، وهو ملوش اي سلبيات لانه زيه زي اي تمرين، هو بيحط ضغط على العضله، بس ايجابياته كتير ان هو بيزود الاستامينا بتاعتك، بيزود السترينث بتاع العضل، بيديك شيب افضل في وقت قليل، بينزل الدهون بشكل سريع جدا، يعني بيقدر يوصلك للهدف اللي انت عايز توصل له باسرع طريق، بحيث ان انت بتقدر تعمل جلسه او جلستين اسبوعيا ومده الجلسه 20 دقيقه بس، فكمان بيوفر الوقت بتاعك. طبعا مشاهدينا، مثل ما شفتوا تجربة مميزة وفريدة من نوعها مع الكوتش محمد صلاح. أتمنى أني أجرب هاي التجربة مرة ثانية، وإن شاء الله راح أستمر فيها، وحياكم الله.